مهدي الاخر. اه طيب انا مش عارف اقرا اسم البلد. ما شاء الله انا بشكرك طبعا، ودي حاجه من الحاجات المتفائله اللي احنا عايزين ننورها الحقيقه للناس. والنهارده طبعا رئيس الوزراء واضح انه حريص لما بتبقى في مبالغ بتدفع فعلا مش بتتقال في التلفزيونات، يعني بيكرم اللي دفعوها. قول لي الحوار كان ايه النهارده؟ يعني خالد معلش اسمح لي اقول لك في الاول مفيش شكر على واجب بلدنا، وده اقل حاجه تتعمل ببلدنا، وهو مش تبرع، هو مساهمه. مفيش حاجه اسمها تبرع، دي بلدنا احنا بنمر ظروف صعبه جدا، وبلدنا يعني احنا كان ممكن اولها ان احنا حاليا قياده سياسيه نثق فيها ويبقى في قدوه، والحمد لله رب العالمين. وقول للناس متهيألي متفق معايا الحمد لله، يعني اغلب المصريين متفقين معايا في هذا الرقم. البلد اتقالت الظروف من اول يوم وايام الحمله الانتخابيه، كلنا هنبني البلد، مفيش حد هيبنيها لوحده، احنا كلنا. وبعد كده بدا الراجل بعد ما جه رئيس جمهوريه يقول الظروف اللي بتمر بيها البلد، وانا يعني حاسس ان هي مش بلد الرئيس لوحده ولا ما هي بلد. وانا يعني مقتنع ان صندوق تحيا مصر هو قلم عشرة على كل جنيه، وان هو هيبقى فيه، هو طبعا في ناس بتقول لك لا لسه ما فيش قانون، احنا مش عارفين راس مالنا فين، اوكي، بس البلد مش هتستنى. احنا بنمر ظروف صعبه، انا نفسي بس ثقافه الصندوق تتغير يا خالد، ان احنا ازاي المقتدر يدفع، الرجل الاعمال يدفع، المحامي يدفع، الدكتور يدفع، يعني ما تبقاش رجال اعمال بس يا احمد، يعني تبقى مساهمه مجتمعيه شامله. مش هينفع رجال اعمال بس، مش هينفع، مش عايز اتكلم على رجال اعمال والكلام ده، في ناس لازم فعلا نحس، ما بيحسش بده انا بس بنصحه نصيحه، ماليش دعوه يدفع ولا لا، بس النهارده لو البلد بعد اقل شهر جرى لها حاجه يا خالد، انت عندك مصنع بمليار، مصنع بمليون، مصنع بمليون، مصنع ب 1000، خلاص بقى اسف. فاحنا الحمد لله ربنا انقذنا من حاجات كتير، فعايزين عارف انت هيبقى ليه طعم خاص، يعني صح. يعني لو فقير بس بيدفع جنيه، وهو فقير جدا 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 زي الناس اللي احنا بنروح لينا الشرف ان احنا بنروح بس يا احمد احنا سامعين، يعني احنا مبسوط جدا انك دفعت ورئيس الوزراء كرمك، وفي فلوس كاش وفي كوره وفي ما شاء الله حاجات متعدده كتر ربنا يبارك لك، بس احنا سمعنا من رجال الاعمال الحقيقه ارقام ضخمه جدا ومفيش حاجه حصلت. والله خالد انا يعني ما اعرفش ظروف ناس ايه، بس انا يعني يمكن الحاجه دي ما احنا دفعنا الفلوس، خليني اقول لك احنا مساهمتنا ايه في شركه حاليا المصريين، احنا دفعنا 50 مليون جنيه كاش اتحطوا في الحساب، 75 مليون جنيه فرق اسعار حديد تحملناها عشان ارتفاع سعر الطاقه، اضطر ان كل المصانع ترفع اسعار، احنا تحملنا ال 150 جنيه دي وعامله 75 مليون جنيه، وطبعا دي مساهمه برضو في بناء وحدات لتوسيط الدخل وحدود الدخل. ال 20 قريه دي احنا هنعملها، كانت معموله كده او كده ان احنا عايزين نبدا فيها، وكانت فكره موجوده، ولكن هتبقى كلها تحت تحيا مصر، وفتحنا اول قريه في 27 رمضان، وجمعيه الاورمان اللي عملتها في 45 يوم، وانا عشان احط التزام على نفسي عايز كل 3 شهور يبقى عندي التزام على نفسي قدام الناس وقدام الاعلام ان انا لازم افتح قريه. بدانا دلوقتي بنعمل سيرش على القريه، 20 قريه كلهم في الصعيد والاقصى، ان شاء الله خير ان شاء الله، وكل قريه 2 مليون، كل قرية بس القرية 2 مليون، واحنا بنعمل مشروع انمائي، يعني مثلا قرية مهدي الاخرم حطينا فيها اشترينا رؤوس ماشية عشان يبقى في عندهم حاجة اسمها يعني حاجة انمائية ومشاريع انتاجية، يعني انت عارف الرأس الماشية ممكن تجيب لبن وممكن يعني مش عايزين نعمل قرية ونسيبها ونمشي، عايزين نشتغل، عايزين عندنا، ولو قدرنا ربنا يسهل بعد ما نخلص دول نبقى نخش في حته التعليم شويه. بص يا خالد عيب على كرامتنا، انت لما بعت لك السي دي بعت لك تعرضه السي دي القريه قبل وبعد، يعني عيب ما شاء الله. بشكرك والله يا احمد، بشكرك شكرا جزيلا على المجهود ده، وبشكر ايضا مهندس ابراهيم محلب الحقيقه اللي مهتم بالرجال